من خلال هذا الفيديو احب استعرض معكم صورة صورتها بنفس الموبايل اللي جاي اصور به لاحد الاشخاص من المذهب السني وهو يصلي في المرقد الذي يريد ان يهدمه محمد صابر، مثل ما جاي تشوفون هذه الصورة. هذه الصورة قبل كم يوم كنت انا بزيارة الامام علي عليه السلام وواجهت هذا الموقف. الموقف بكل بساطة شخص من المذهب السني يصلي بضريح الإمام علي عليه السلام. هذه الصورة تعكس أخلاق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، كيف يتعاملون مع المذاهب والأديان الأخرى. مثل ما جاي تشوفون هذا الشخص جاي يصلي بخلاف معتقد الشيعة وعند الإمام علي عليه السلام إمام الشيعة، ومع ذلك ولا كأنما شخص جاي يصلي بصلاة بدعية بالنسبة إلى مذهبنا مذهب أهل البيت عليهم السلام. وأيضا الناس اللي حوله ولا كأنما أكو شيء غريب بالموضوع. هذه هي أخلاق أهل البيت عليهم السلام. تصوروا هذا الشخص شيعي ويصلي في مسجد وهابي، فسواء كان في مصر أو أيضا في السعودية، ما الذي سوف يجري؟ بالتأكيد مشرك عابد قبور يعبد التراب، ومن هذا الكلام اللي يتبناه محمد صابر. فهذه الصورة تعكس مدى أخلاق مدرسة أهل البيت عليهم السلام وكيف يتقبلون الطرف الآخر. ومحمد صابر هذا الهالك يقول نحن نريد أن نهدم كربلاء والنجف الأشرف، فتصوروا من الذي هلك ومن الذي بقي. كربلاء المقدسة تشع نورا وأنوارا وازدهارا يوميا، أما محمد صابر فإلى الجحيم أهلا وسهلا بك.